عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى ان شاء الله الفيديو ديالي يلقاكم بصحه جيده. واليوم ان شاء الله واحد الفيديو يعني مغاير، فيديو مختلف. جيت نشارك معكم الفرحه ديالي، فرحتي لا توصف. اش غادي نقول لكم؟ نقدر نقول لكم بلي انا اليوم كنحس براسي اسعد ام على وجه الارض، اسعد ام في الدنيا. الفرحه ديالي كنتمناها لاي ام كتسمعني واي ام كتفرج فيا. مش غادي نقول لكم من غنبدا لكم باش نفهمكم واحد شويه. بنتي الكبيره البكرة يعني كانت باغا دير الطب، وما كتبش ربي حيت تصادفت مع العام اللي بدات كورونا. كانت باغا دير مسكينه لا شيروجي بيدياتريك، يعني تتخصص في الجراحه ديال الاطفال. فربي ما جابش التيسير بما ان كانت كورونا وكانت كتاخذ لي كوغ عرب على انترنيت وداك الشيء، كان شويه كومبليكي. وحنا تقبلنا الوضع بواحد روح رياضيه هذا العام الاول. ما زعما جيتي با شوكي، قلت بنتي عمرها ما دوبلات، ما غاديش نشوكا، صافي ما كتابش الحمد لله على كل حال. دونك اش قالت؟ قالت غندير فارما، يعني دكتوره صيدلانيه. مشينا معاها في داك الحلم وحلمت، وبانت لي بنتي بين عيني راه لابسه طابلي بلون وراكي عيطوا لها الناس دكتوره. وزعما اش غادي نقول لكم؟ كنت صافي يعني بالنسبه ليا راه في يدي هذاك الشيء، صافي راه دازت ونجحت. للاسف هاد العام هذا كان خاصه شوي قد هكا باش دوز بوغ لا دوزيام اني دو فارما. وكانت الصدمه كبيره وقويه على بالنسبه ليا على بالنسبه لراجلي، ما نكذبش عليكم. دازت عليا و بحال دخلت في اكتئاب، يا ربي تسمح لي، استغفر الله، بحال بغيت نتشرك مع الله سبحانه وتعالى. كنقول علاش وخكوا بنتي دائما مع الاوائل، وخكوا بنتي ولفتني كتجيب لي دي بون نوت، وجيت لهنا وتصدمني، ما تقبلتيهاش. الله يستر. والميساج ديالي اليوم بغيتكم يعني شنو علاش جيت نهضر معكم، بغيتكم باش تفهموا باللي ربي كبير، ودائما الواحد ما يفقدش الامل، ودائما الواحد يكون طموح، دائما الواحد يشكر الله سبحانه وتعالى ويكثر من الاستغفار ويكثر من الحمد، حيت ربي كيستجيب الدعاء. هنا هزيت كفوف في السماء وقلت صافي بنتي ما كتبش لي ربي، ولكن هادشي من بعد دو سمانة ديال لا سوفرونس وديال البكاء وديال الغاده في الطراموي ونبكي، وجايه من الطراموي ونبكي وحال شي حاله، ندخل لوطيل ونبكي بالتخبيه في الشنابر، اكتئاب. وكنت يعني العديد والعديد من الاخوات عاقوا بيا وحسوا بيا، كيقولوا لي ما بقيتيش اكتيف في اليوتيوب، ما بقيتيش كتدخلي، ما بقيتيش كديري بزاف ديال لي فيديو كيف ما افون. وانا دائما كندير السباب التريتمون، كنقول لهم فوالا التريتمون اثر عليا، وفعلا التريتمون اثر فيا ماشي كذبت، ولكن ما كانش هذاك هو السبب الرئيسي. المهم البنات صافي ما جابش الله، قلنا سي بون، عاوتاني كورونا، وعاوتاني واخا كان هاد العام كان شويه سولاجي على العام اللي فات، يعني كانت كتمشي دير ديكور، كان مواتي في الدار مواتي في فاش ما جابش الله التيسير، قلنا سي بون دونك الا شوازي باش دير بيوتي شيمي. تقيدات، تبعناها في رايها، ما بغيناش نبزو على حتى شي حاجه، قلنا ليها تشوفي سكوتي فيو، انت اللي غتقراي ماشي حنا اللي غنقراو في بلاصتك. تقيدات البنت عادي، دخلات كتقرا، دابا راه تقريبا شهر، اليوم شحال في الشهر؟ اليوم 28 ولا 29 ياسمين؟ 28 ولا 29؟ المهم حنا في فان سبتمبر، والدريه دخلات كتقرا لو 3 ولا معرفت لو 4، يعني قربت تكمل شهر وهي كتقرا. فما بالكم اليوم المفاجاه الكبرى؟ لا والله العظيم اللي خاص شي واحد يجي يقرصني اللي يعني بشي قرصه، ولا شي واحد يجي مرمقني بالترفيقه ولا شي واحد يكب عليا الطن ديال المبارد باش نعرف راسي واش كنحلم، واش هادشي نيت بصح ولا كذوب، ولا انا كنحلم خاصني نفيق من القلبه. لحد الان مازال ما متيقاش. انا اليوم صابحه روبو ما عليا ما بيا، مشيت كنقضي حويجاتي، مشيت درت التحاليل هما الاولين، حتى غدا عندي طبيب ديال الجلد. ابخي دزت ليدل كنتقدى، وفي ليدل ما كاينش غير الريزو، دائما ملي كنمشي لهاد ليدل التليفون ديالي ما كيكابطي والو. مع انا هابطه مع الكادي حيت ليدل الفوق والتحت دايرين الباركينغ، مع انا هابطه مع جي بخي مون بورطابل كنشوف، كنلقى راجلي وقع شي 5 ابيل مونكي، وبنتي حتى هي شي 6 ولا 7 ابيل مونكي. كنقول او مالهم يكن كاين باس، وسيرتو بنتي تعجبت حيت بنتي موال فاش كتعيط فيا الا للضروره،
فاش كتبغي تقول لي شي حاجه كتكتب لي في الواتساب، كنكون خارجه كتقول لي ماما بغيت كريم بوغ لي شوفو، بغيت هذا. صافي جلي ابلي قلت ليها ياك ما كاين الناس، قلت لها ماما ماما عيطوا لي. اش غادي نقول لكم، كنترعد عيطوا ليها، صيفطوا لها ميل هو الاول وعيطوا لها باش يقولوا لها خوات بلاصه، وهي كانت في القائمه ديال الانتظار وكان خاصها قد هكا باش تقبل شي واحد خلى البلاصه باش بنتي في الاخر تتاح ليها الفرصه انها تحقق الحلم ديالها. ما نكذبش عليكم، بقى لحد الان مصدومه، بقى لحد الان ما بتيقاش، ولحد الان ما قلتها لا لخواتاتي لا لخوتي لا الام ديالي لا حتى شي حد، ما فراتو حتى شي حاجه، حيت باغا حتى نتسوعد وباغا حتى نعرف بلي واش هادشي نت بصح ولا كنحلم. واخيرا بنتي غتحقق الحلم ديالها. ربما يجي لكم لا رياكسيون ديالي عجب، ولكن الله يسمح لينا الوالدين. الناس اللي مقربين مني والناس اللي من عائلتي غادي يعرفوا علاش، بوركوا بالاخص زينب علاش انا متاثره. والحمد لله على كل حال، وانا كان هذه الفرحه اللي انا فرحانه يعني اليوم، كنتمنى لاي ام، كنتمنى لكم الخير ان شاء الله، وكونوا على يقين الا نويتوا الخير كيف ما نويتوا دروسكم ونويتوا لوليداتكم ونويتوا للناس، كونوا على يقين انكم غتحصدوا الخير في يوم ما. بغيو الخير غتلقاو الخير ان شاء الله، وديما ترجعوا الله سبحانه وتعالى، والله كبير غادي يستجب لكم، كونوا على يقين. وانا دائما يعني ومشي غير انا يعني، اي ام راه كتبغي الخير لوليداتها، كتبغي تشوف وليداتها واصلين، وليداتها في اعلى المراتب. وانا بالاخص ملي كنكون في الخدمه لحقاش كنضرب تماره يعني صعيبه بزاف، كنوض مع 6 الصباح وما كنكمل داك النهار حتى كيشهد ليا ربي، حتى كيفر ليا الله الذنوب، وداك الصالير ديالي ما كنجيبو حتى كنضرب عليه تماره على الكحله، وكنقول كنتنهت وكنقول ما بغيتش بناتي يتعذبوا في حياتهم، ما بغيتش بناتي يخدموا شي خدمه اللي هي صعيبه، بغيت بناتي يرفعوا راسهم للفوق، بغيت بناتي يكون عندهم مناصب زوينه، بغيت بناتي يحمروا ليا وجهي. فلهذا اش غادي نقول لكم، سمحوا لي بزاف حيت متاثره ما بقيتش عارفه اش كنقول. فالحمد لله ربي كبير، ربي كبير ربي كبير ربي كبير الحمد لله. وكنشكر خواتاتي وكنشكر الام ديالي وكنشكر كل من ساندني، وكل وحده عيطت ليا وخاصمت عليا فاش كنت كنبكي وكنت بقى فيا الحال، تيقولوا لي حشومه على هذا الشيء اللي كديري فيه، راه ما خاصكيش تبكي قدامها، راك غادي تصدميها، هي اصلا مصدومه، راه خاصك توقفي معاها خاصك. ولكن المشكله هو انني انا حسيت في داك المومو، حسيت براسي ماشي بنتي اللي خاصها اللي يساعدها واللي يوقف معاها واللي سواسيها، انا اللي خاصني واسيني. ما عرفتش داك الاحساس اللي يسر كنتشارك مع الله سبحانه وتعالى، يا رب تسمح لي، استغفر الله واتوب اليه. ولكن حنا كنبقاو بشر الحمد لله على كل حال، ربي ما خيبنيش، وفرحه ديالي اليوم لا توصف قسما بالله، الى انا اليوم اسعد ام على وجه الارض، الا قلتها لكم ثقوا بيا. فوالا هادشي اللي كاين البنات، ودابا غادي نمشي ان شاء الله نوجد لبنيتي، راه باقا ما جاتش، راه مشات كومام الكور ديالها حيت عندها واحد تي بي وكيخدموا دائما بالجوج، ما بغاش تخلي سون كاماراد مارتان، ومشات باش دير تي بي ديالها، واخا مشات دارت غدير غتحيد لاسكريبسيون من عندهم وغدوز عاوتاني ان شاء الله لهذا الشيء، راه بدات كتجمع في الوريقات وباقا ما جاتش. ودابا غادي نمشي باش نوجد ليها طاحت فلومبي اللي معروفه في هذه المنطقه هذه بحال البيتزا، وهي راه ماشي بيتزا، وغادي نحاولوا ان شاء الله نحتفلوا بهذه المناسبه السعيده الساره، وندوزو وقيت زوين وان بون مومون مع وليداتنا وهادشي اللي كاين البنات. وسمحوا لي لا بكيت عليكم، انا ماشي من النوع اللي كنبغي نكد شي حد، كنبغي دائما نكون متفائله ودائما نكون فرحانه ودائما الطاقه الايجابيه. واليوم سمحوا لي بزاف لحقاش حنا بشر وهادشي اللي كاين، وفوالا نخليكم وندوزو للكوزينه ان شاء الله. فوالا البنات غادي نشارك معكم العشايه، ولكن للاسف يعني هاد طاحت لونغير ماشي اي واحد يقدر يديرها، حيت كيتباعو عندنا هاد الشيء في هاد المنطقة هادي ديال لالباس،
شوفوا بحال ورقه البسطيله وهي غليظه عليها واحد شويه. هذه سبيسيال كتباع مع لا غارنيتور حتى هي سبيسيال كتباع وسميتها لا طارت فلوندي. كيشدوا هاد الورقه هذه وكيدهنوها بهاد القشده وكتجي وكديري البصله بكثره كتكون يعني العنصر الاساسي وهو البصله مشحرف زبيده والملحه والبزار. وكيديروا دجاج صدر ديال الدجاج مع الشامبينيون. وانا صراحه واحد النهار درتها بهذه الطريقه هذه وزدت عليها كورجيت شحرتها حتى هي شويه زيت البلديه هي والفلفله الوان ودرتها حتى هي من الفوق جات زوينه الصراحه. هاد طارت فلومبي هادي دائما كتقول لي الصديقه ديالي نجات كانت جات عندي واحد المده جات عندي دوزت عندي واحد كالكو جوغ واكتشفت هاد لا طارت فلومبي كلاتها وعجبتها كتقول لي دائما خاصك ديري فيديو خاص بها. قلت لها ندير فيديو غيتفرجوا فيها صحاب خاصهم اللي يقدروا يطيبوها ما غيقدر يطيب احد. ولكن هي بما انها ساكنه في باريس الى يسيد دو فيغ لا ميم شوز وما لقاتش هادشي كيتباع تما شنو دارت خدات لا بات فايتي في بلاصه هادي والقشده الطريه وبلاصه هاد لا غارنيتور هادي وصافي. البنات هانتوما معايا غادي تشوفوني ان شاء الله كيفاش غادي نوجد هادشي وانتوما معايا حتى لاخر الفيديو. راجلي مسكين بدا يحلم كان ديما تيقول لي خاصك ديري واحد بولونجري ولا صالون دو تي وكون كانت الفلوس دايما يقول لي شتي كون كانت الفلوس دابا مبقاش باغي يدير بولانجي دابا ولي يقول لي غنحل بنتي فارماسي. سي دابا هي قطعت الواد ونشفر عليها دغيا بديت تحلم تنعسو عاد نحلمو. فوالا البنات غادي نخليكم هنايا وكنتمنى ان شاء الله الفيديو ديال اليوم يعجبكم وسمحوا لي بزاف بزاف الا بكيتكم معايا ما تديوش عليا راكم عارفين الاحساس ديال الام اللي هو اجمل احساس في الدنيا. وهذا الشيء اللي كاين كنضرب لكم موعد ان شاء الله الفيديو القادم بقاو متبعيني كما القاعده فضلا وليس امرا وصيفطوا القناه ديالي ديروا بارطاج وديروا لايك راكم ما غتخسروا والو. واللي ما بابونيش تابعونا مرحبا بيا عندي في قناتي وكنقول لكم شكرا بزاف على المتابعه وعلى الميساجات اللي كتخليو ليا خليتكم على خير وكنقول لكم الى الفيديو القادم.